بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا وكافي ومزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الرضا المحجلين الميامين. ثم أما بعد، تعالى نمسك الانتجريشن من أوله لآخره. يا لهوي، دي حصة ريفيجن ولا إيه؟ حاجة زي كده. قال يعني انت لما يكون عندك انتجريت ساين ثيتا او ساين اكس دي اكس دي تديك ايه؟ قال والله الساين اساسا بتيجي من الكوزاين، بس الكوزاين دي افتف بدي نيجاتيف ساين، يبقى دي ترجع نيجاتيف كوزاين اكس بلس سي، ولازم لما تيجي تعمل ديريفيتيف لديت لده كله يعني اوكي، فالكوزاين تدي نيجاتيف ساين، نيجاتيف على نيجاتيف تبقى بوزيتيف. قال يا سلام. قال طب لو عندي انتجريت وحطيت كوزاين اكس دي اكس، قال يا مستر ساعتها يا مستر الكوزاين جايه من الساين، يبقى ساين اكس بلس سي. قلت له ممتاز. قال طب لو انتجريت وحطيت تاني يا مستر ياسر اكس دي اكس، قلت له لا بقى تعالى، دي التان دي احنا بنفكها لساين اكس، اي تان عباره عن ساين اوفر كوزاين، وبعد كده يا مستر ياسر هنا دي اكس، اقول هي محتاجه نيجاتيف، ات نيدز نيجاتيف، فاحط نيجاتيف هنا ونيجاتيف هنا، فبقى النيوميريتور ديريفيتيف الدينوميناتور، وبالتالي بقى عندي هنا انتجريت ها نيجاتيف انتجريت، بقى عندي نيجاتيف انتجريت نيجاتيف ساين اكس اوفر كوزاين اكس، وده كده يا مستر ياسر دي اكس. هقول يبقى ده كده يا مستر ايكوال نيجاتيف لان النيوميريتور ديريفيتيف الدينوميناتور، ذيس از ذا ديريفيتيف، ده كده يا مستر ياسر ذيس از ذا ديريفيتيف. خط وحش قوي 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 قوي، لان انت عندك ده كده يا شباب يا محترمه is the derivative of the denominator is the derivative of the denominator. قلت له يا سلام يا سلام عليك يا حبيب والديك، فيبقى لين ولازم نحط ابسوليوت الدينومينيتور عشان نضمن ان هو يفضل دايما بوزيتيف. قال لي مستر ياسر طب ما تدينا الكوتان. قلت له تعالى نجيب الكوتان. اي لو انت عندك كوتان اكس ها، هقول يبقى الكوتان يا مستر عباره عن ايه؟ ها كوزين اوفر ساين. يا سلام، انتجريت دي اكنها كوزين اكس اوفر ساين اكس، والكلام ده كله يا مستر ياسر دي اكس. دلوقتي النيوميريتور على طول ديريفيتيف بقى، يبقى لن الدينوميناتور ها بلس سي. قال طب بالمره بقى يا مستر ما تدينا السيك. هقول والله السيك اكس دي اكس كان ليها طريقه. حد فاكر؟ قال لي اه فاكرين، كنت بخليها سيك اكس اكنها على 1، واعمل ملتبلاي تان اكس بلس سيك اكس اوفر كمان يا مستر ياسر تان اكس بلس سيك اكس. قلت له يا سلام يا سلام على الدلع. طب وعملت كده ليه؟ قال لي عشان لما اعمل تايمز من فوق يبقى عندي تان باي سيك او سيك باي تان، فيبقى عندي سيك اكس مع تان اكس او تان اكس مع سيك اكس بلس سيك باي سيك، تبقى سيك سكوير دي اكس، وتحت يا مستر عندي تان بلس سيك تان اكس بلس سيك اكس. فدلوقتي يا محترمين استيل النيوميريتور ديريفيتيف الدينومينيتور، فتان سيك هو ديريفيتيف السيك، السيك تدي تان سيك، وعندك يا محترم كمان التان لما في الديريفيتيف تديني سيك سكوير. طالما النيوميريتور ديريفيتيف الدينومينيتور يبقى ده كده عباره عن لين. شوف كل ده بيروح للين والاكسبوننشال اهو، كل بيروح للين والاكسبوننشال. يبقى يا مستر ياسر هنا لين، واقول له يا مستر ياسر الدينومينيتور تان اكس بلس سيك اكس، والكلام ده كله بلس سي. قلت له الله الله، ده احنا خدنا الساين والكوزاين والتان والكوتان والسيك ناقص الكوسيك. قلت له طب تعالى وريني الكوسيك يا مستر عشان يبقى عدينا على كل حاجه ولمينا، يبقى السيشن ده بنلم فيه اللعب كله. يبقى عندي هنا الكوسيك اكس دي اكس تشبه او السيك. قلت له ازاي؟ قال انت مش في السيك عملت اوفر 1؟ قلت له اه. قال لي طب ما هو في الكوسيك برضو هعمل اوفر 1. قال لي بس لما هعمل تايمز مش هعمل بقى تان في سيك، لا هعمل كوتان مع كوسيك واحط نيجاتيف، لان هي اصلا بتبقى محتاجه نيجاتيف. قلت له اه، نيجاتيف كوتان ماينس كوسيك اكس، او احط نيجاتيف وبراكت فاعمل اكسباند للبراكت مش تفرق معايا اوكي. وهنا كمان نيجاتيف كوتان اكس نيجاتيف كوسيك اكس، يبقى احنا هنا كده عملنا ايه؟ ها
مالت، قلت له طب اعمل تايمز من فوق، قلت له حاضر، يبقى انتجريت. قال لي بقول لك يا مستر، من تحت هيبقى في نيجاتيف، من تحت هيبقى في نيجاتيف كوتان نيجاتيف كوسيك، فهاخد نيجاتيف كومان فاكتور واقول يبقى انا عندي كوتان اكس بلس كوسيك اكس. قلت له طب ومن فوق؟ قال لي هعمل تايمز هنا وهنا، يبقى عندي نيجاتيف كوتان اكس كوسيك اكس ماينس كوسيك باي كوسيك، يبقى عندي كوسيك سكوير دي اكس دي اكس. قال لي بالنسبة للنيجاتيف دي انا هطلعها بره تقف هنا مش عايزها. قال لي ماشي، لكن اللي فوق عايزهم مش هاخدهم كومن فاكتور. ليه يا عم؟ قال لي هتشوف حالا دلوقتي، عشان لما يكون عندك كده فيكون عندك كوتان اكس بلس كوسيك اكس، فكوتان بتدي نيجاتيف كوسيك سكوير دي اكس في الديريفيتيف، وكوسيك دي نيجاتيف كوتان كوسيك. قلت له اه والكلام ده دي اكس، فمعنى كده يا مستر ده النيميريتور ديريفيتيف الدينيمينيتور، فالكوتان الديريفيتيف بتاعها نيجاتيف كوسيك سكوير دي اكس، والسيك الديريفيتيف بتاعها نيجاتيف كوتان كوسيك. وبالتالي يا شباب بقى النيميريتور كله ديريفيتيف الدينيمينيتور، فاعمل لن واحط الدينومينيتور بالشكل ده واقول له يا مستر ياسر بلس سي. يبقى احنا كده خدنا ايه يا رجاله؟ ها ساين كوزاين تان كوتان سيك كوسيك. ما ينفعش حد بعد كده يبقى غلطان في واحده من دول، ما ينفعش. طب ما تيجي ناخد ساين سكوير كوزاين سكوير تان سكوير كوتان سكوير سيك سكوير كوسيك سكوير. ايه ده انت، ده انت مدلعنا بقى. طبعا دلعكم، مش ولادنا، ولادنا لازم يتدلعوا. قال لي تعالى ناخد يا مستر ياسر ساين سكوير، لو عشان يبقى لمينا الايه التريج كله في دماغنا. قال لي يا مستر لو عندي هنا انتجريت واحط ساين سكوير دي اكس دي اكس، قال لي نعمل ايه؟ قال لي مفيش الكلام ده. قلت له طب هنعمل ايه؟ قال لي فاكر؟ قلت له لا فكرني. انا هجيب لك من الاخر بقى. فاكر لما كان عندي كوزاين 2 اكس كنت اقول لك دي دبل انجل ليها ثلاث اشكال؟ ممكن يا مستر ياسر الشكل الاولاني بحط الاول ماينس 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 دي ايكوال ثلاث حالات. قال لي يا مستر ياسر اللي ممكن اخليها كوزاين سكويرد اكس وساين سكويرد اكس، ولازم ابدا بالكوزاين. طب مش هبدا بالكوزاين، قال لي حط 1 ودبلر لي الساين. قلت له يا سلام يا سلام، طب عايز ابدا بالكوزاين يا مستر؟ قال لي خلاص حط 1 ودبلر الكوزاين. ومن هنا بتوع الماس قاموا عملوا ايه؟ خدوا اللاين ده كده وطلعوا منه ساين سكوير اللي هيشتغلوا بيها في ديت. قلت له الله الله على الشغل، يعني انا من هنا هطلع ساين سكوير؟ قال لي اه. وكمان خدوا ديت يا مستر ياسر تاني الحته دي كده بس المره دي مع ديت عشان يطلعوا كوزاين سكوير. قلت له لا تعالى بقى. قام جم بتوع الماس عملوا ايه؟ قال لي انت مش عارف ان كوزاين 2x equal 1 minus 2 ساين سكوير دي اكس. قلت له عارف. قال لي طب انت ممكن تجيب دي الناحيه التانيه ب 2 ساين سكوير دي اكس. قلت له ماشي، وتسيب ال 1 وترجع لها كوزاين 2 اكس. قلت له الله. قال لي يا مستر اعمل ديفايدد باي 2 يا عيني، او اعمل باي هاف، فيبقى عندك هنا هاف، ما انت عملت باي هاف هنا وهتعمل كمان باي هاف هنا، وعملت باي هاف يا مستر هنا فمشيت التو، وبالتالي اي ساين سكويرد انا ممكن اكتبها كانها هاف ماينس هاف كوزاين دبل الانجل. احب احفظها دبل الانجل، ما احبش احفظها 2 اكس، لان الديبندز على هنا لو اكس احط 2 اكس، طب لو واي احط 2 واي، طب لو اصلا هي جايه 3 اكس احط 6 اكس. يبقى انا بحط الحاجه اللي هنا يا مستر ياسر دبل الحاجه اللي هنا ايا كان هنا في ايه. قلت له جميل. بالمره بقى الشيء بالشيء يذكر، هعمل نفس الكلام مع الكوزاين. اي طب والكوزاين زي الكوزاين تزعل؟ انا اقدر ازعل الكوزاين بس كده، مش احنا عارفين ان كوزاين 2 اكس ممكن تتاخد بقى من اللاين ده عباره عن 2 كوزاين سكويرد اكس ماينس 1. قال لي اه. قلت له وادي ده هناك بالبوزيتيف. قلت له حاضر، فيبقى عندي هنا كده 2 كوزاين سكويرد اكس equal 1 بلس كوزاين دبل الانجل. قال لي اعمل باي هاف، فيبقى عندي كوزاين سكوير دي اكس، طبعا الهاف هتمشي 2، وهنا 1 باي هاف بهاف اوكي، وهنا كده عندي هاف كوزاين دبل الانجل. قال لي يا مستر ده فيهم شنب من بعض، عارفين الاف ده؟
دي بقى حاجات اتعلمنا ازاي نبدل الساين سكوير والكوزاين سكوير. لازم نبقى حافظين ساين سكوير هاف ماينس هاف كوزاين دبل انجل، كوزاين سكوير هاف بلس هاف كوزاين دبل انجل. يبقى انت شغال دايما يا مستر يا هاف ماينس هاف كوزاين دبل انجل يا هاف بلس هاف كوزاين دبل انجل. اي ارجع لي بقى هنا ايه، طب دي ساين، قلت له بس كده عينيا، يبقى ده كده عباره عن انتجريت وهحط هاف، طالما ساين يبقى ماينس هاف كوزاين دبل انجل، وطالما بقى تو ترمز يبقى لازم نحط براكت محترم كده واقول له الكلام ده كده دي اكس. اقول له الله الهاف تدي هاف اكس، قال لي طب يا مستر ماينس في هاف اساسيه، قال لي كوزاين اصلها جايه من عند الساين، فيبقى ساين 2x واخد 1 اوفر الكوفيشنت اوف الاكس واقول له بلس سي. الله الله، يبقى عندي هاف اكس ماينس هاف باي هاف كوارتر ساين دبل الانجل بلس سي. قال لي مستر انا انترست اعمل الكوزاين، قلت له بس كده تعال نعمل انتجريت كوزاين سكوير دي اكس دي اكس. قال لي بنعمل هنا ايه؟ قال لي مستر ياسر طب ما كوزاين، يبقى بنعمل احلى انتجريشن في الدنيا، واقول له انتجريت واحط هاف بس دي كوزاين، يبقى بلس عشان عندي هنا تاني هاف كوزاين دبل الانجل، وكل ده عشان بقى فيه تو ترمز كده واحط دي اكس. طب مستر ياسر الاولانيه هتبقى هاف اكس، طب والتانيه؟ هسيب الهاف، كوزاين جايه من نيجاتيف ساين 2x، وما تنساش تحط 1 اوفر 2 وتقفل وتقول لي بلس سي. فيبقى عندي هنا كده هاف اكس ماينس هاف باي هاف بكوارتر واحط ساين 2x بلس سي. يبقى احنا كده عملنا الساين سكويرد والكوزاين سكويرد. طب لمين يقول لي انتجريت لو عندي تاني سكويرد اكس دي اكس؟ قال لي فاكر، قلت له يا عم فكرني بقى، تعبتني معاك يا مستر. فاكر لما كنت بقول لك 1 بلس 10 سكويرد اكس ايكوال 6 سكويرد اكس؟ قال لي اه. قلت له يبقى ال 10 لوحدها يا محترم يا مهذب عباره عن 6 سكويرد اكس ماينس 1. قلت له الله بجد الله، يعني انت عايزني اشيل ال 10 واحط 6 سكويرد ماينس 1؟ قال لي طبعا تحط 6 سكويرد اكس ماينس 1 وتقفل ده كله وتحط دي اكس، فتلاقي ان السيك سكوير اصلها 10 اكس ماينس ال 1 اديك اكس، واحط بلس كام؟ واحط بلس سي. شوف التاني حاجه والتاني سكوير حاجه. قال لي طب مستر ياسر، يلا قول لنا بقى يا مستر ياسر لو احنا عندنا كوتان سكوير دي اكس. قلت له الله كوتان سكوير دي اكس؟ قال لي فاكر زمان، قلت له عرفت هتقول ايه، ما انت 1 بلس 10 ايكوال 6 سكوير كان برضه 1 بلس كوتان سكوير دي اكس، كانت دي يا مستر ياسر عباره عن كوسيك سكوير دي اكس. يبقى احنا عشان نجيب الكوتان لوحدها يا مستر ياسر كوتان سكوير دي اكس، هودي ال 1 ده البوستيف 1 ده يعدي هناك بالنيجاتيف، فيبقى عندي هنا كده كوسيك، فيبقى عندي كوسيك سكوير دي اكس ماينس 1، فاقدر اجي ابوت كوسيك سكوير دي ماينس 1 هنا اهو، فاقول يبقى انا عندي انتجريت يا مستر واحط كوسيك سكوير دي اكس ماينس 1 في براكت واقول له دي اكس. قال لي والكوسيك يا مستر اصلها بتيجي من عند النيجاتيف كوتان، ليه مش الكوتان؟ لان الكوتان كانت تدي نيجاتيف كوسيك سكوير، يبقى عشان امشي النيجاتيف احطها في الاول، فنيجاتيف كوتان لما اعمل كوتان تديك نيجاتيف كوسيك سكوير، فنيجاتيف تمشي نيجاتيف. هقول لي يا مستر بلس اكس بلس سي. يبقى التعامل مع التان يختلف عن التعامل مع التان سكوير، والتعامل مع الكوتان يختلف في التعامل مع الكوتان سكوير. شوف التان عملت ايه والكوتان عملت ايه، ده قصه وده قصه، التان حاجه والكوتان حاجه، تان سكوير حاجه كوتان سكوير حاجه. قال لي طب مستر ياسر كده خدنا ساين سكوير كوزاين سكوير تان سكوير كوتان سكوير، ما تدينا سيك سكوير؟ قلت له يا راجل اتق الله، ده سيك سكوير اكس دي اكس اساسا السك بتيجي من التان، يبقى تان اكس بلس سي. ولو انت عملت يا مستر انتجريت كوسيك سكوير دي اكس دي اكس، هقول يا مستر الكوسيك تيجي من الكوتان بس في نيجاتيف، يبقى خليها نيجاتيف كوتان اكس بلس سي.